ده حضرت مولانا حسن جان شهید رحمت اللہ علیہ ده وی ده بیان نقل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ سے نقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم دا حضرت مولانا حسین احمد ایڈوکیٹ سے دہغی دا بیان نقل نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ده حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے ده غوید بیان نکن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ده حضرت مولانا عبد المتین جمالی سے دهوی نقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي او زما چې کوم خپل طرز وخت دی هغه دا دی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بل علولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما